أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل 466 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و578 حالة شفاء، و8 حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4,244,651 شخصاً. وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج رصد الوباء لكوفيد 19 أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 1,116,081 شخصا. وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 490,880 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام إلى 477,305 الحالات بنسبة تعافٍ تبلغ 97.4%، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8,745 حالة بنسبة فت قدرها 1.8%. وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء سطات ب 332 حالة، وجهة الشرق 36 حالة، وجهة مراكش أسفي 29 حالة، فيما سجلت جهة الرباط تل القنيطرة 120 حالة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة 17 حالة، وجهة سوسمسة 6 حالات، وجهة بني ملال خنيفرة 5 حالات، وجهة درعا تفيلات 4 حالات، فيما سجلت جهة العيون سقية الحمراء 4 حالات أيضا، وجهة الدخلة وادي الذهب حالتين، وجهة فاس مكناس حالتين أيضا، وجهة قلميم واد نون حالة واحدة. وبخصوص حالة الوفيات المسجلة فتتوزع على كل من جهة الدار البيضاء سطات بخمس حالات، إلى جانب تسجيل حالة واحدة بكل من جهة الشرق والرباط سلا القنيطرة طنجة تطوان الحسيمة. وبحسب النشرة فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1,348 إصابة لكل 100,000 نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1.3 لكل 100,000 نسمة خلال 24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع حالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4,830 حالة. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة 57 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 408 الحالات، 26 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و 239 تحت التنفس الاصطناعي غير اختراقي. أما معدل أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد 19 فقد بلغ 12.9%، فمزيدا من الحيطة والحذر لتفادي فيروس كورونا.